الحين اليوم الأحد الموافق 4/4/2021. اليوم رايحين نبدأ في تشابتر جديد اللي هو الانتجومنتري سيستم. تعرف على الانتجومنتري سيستم. طيب الآن الانتجومنتري سيستم مأخوذ من the integument as an organ. ما هي الأورجان الانتجمنت؟ انتجمنت مقصود فيها هي اللي بتغطي الجسد، المقصود فيها مين؟ اللي هو السكين. طبعا the integumentary system هو السكين. integumentary معناته covering، covering body او covering organs، اللي هي السكين، الهير، nails and glands. هنا الجلانس مش كلها، المقصود فيها sweating glands. anyway المين اللي هي السكن، الهير، النيلز. خلينا نبلش نشوف شو بعرض لنا هذا الشابتر. The integument is the large system، هو أكبر system. ما بدنا الأرقام هاي، تقريبا هو 16% من البادي ويت. يعني لو نيجي ناخذ الوزن الجلد مع الهير مع السكن بشكل 16%. anyway الآن the integument made up of two parts. الآن الجهاز الانتجومنتري سيستم بتكون من continuous و accessory structure. ال continuous المقصود فيها ال skin، continuous المقصود فيها ال skin. وال skin هنا عندنا عدة طبقات، يعني الآن راح نتعرف على ال skin. ال skin تتكون من epidermis، الطبقة الخارجية هاي epidermis، والطبقة اللي بعدها dermis اللي هي البشرة dermis. طيب لأن الأكسسوري الهير، الشعر يعتبر أكسسوري، النيلز تعتبر أكسسوري، والإكزوكرين جلانز المقصود فيها سويتينج جلانز، هاي كلها أكسسوري يا جماعة. أكسسوري يعني مأخوذ من كلمة إكسسوارات، لكن اللي بيهمني أنا الكنتينيوس اللي هو السكن أهم جزء في الموضوع الانتجمنتري. طيب لما نبلش نحكي عن السكن، عن الهير وعن النيلز الأظافر، شو وظيفتهم؟ بروتكشن. الآن الجلد بحمينا من against بكتيريا فيروس، الجلد بحمينا من الألترا فيولت راديشن، بحمينا من الإشعاعات الشمسية، من الديهايدريشن، بحمي الجسم من الجفاف. السكن بيزودنا بفيتامين دي برودكشن، فيتامين دي برودكشن. طبعا الفيتامين دي بتم تصنيعه في الجسد ويتم امتصاصه بواسطة الكالسيوم. طبعا الجلد بيقوم بتصنيعه. الآن أهمية الجلد، السنسيشن اللي هو السنسوري ريسبتورز، دائما تحت الجلد يا جماعة في عندي السنسوري ريسبتورز شابكة مع نيرونات، وظيفتها السنس اللي هو تاتش. شو كمان غير التاتش؟ استشعار بسموها، ايش بسموا الاستشعار يا جماعة؟ انا سنسنج ستيمولاي، اوت ستيمولاي. اوكي ايضا من وظائف الانتجومنتري سيستم عباره عن بادي تمبريتشر ريجوليشن، بتحكم في البادي تمبريتشر. اذا كان الجو حامي بلاد فيزلز تحت الجلد بصير لها دايليت، تتوسع. فيزلز كاري مور بلاد تو ذا سيرفيس تو ذا هيت. الان الفيزلز بصير عندها بزيد من انقباضاتها، بتودي الدم على السيرفيس للسكن حتى يتخلص من الحراره الزائده. اما اذا كان الجو بارد فالديرمال بلاد فيزلز كونستريكشن بصير فيها انقباض و prevent heat from escaping، وانا بتخفف ضخ الدم الى السكن وتحمي الجسم من انه يحافظ على حرارته. ايضا من وظائف الاسكريشن الفضلات، small amount of waste products are lost through the precipitation، مقصود فيها هو التخلص من التعرق. خلينا نحكي هنا الاملاح الزائده كلها عن طريق السكن، طبعا بكميات قليله مقارنه مع الكدني، مقارنه مع
خلينا نحكي respiratory system, digestive system. طيب نيجي أول إشي على السكن. السكن يا جماعة قسم وحكوا السكن بتكون من 300 لاير, بتكون من 3 طبقات. هذا السكن. أول طبقة إبيديرمس وهي نوعها إبيتيليال تشو. الطبقة الثانية ديرمس البشرة, عبارة عن دنس كونكتيف بروبر ريجولار تشو. فالأولى إبيتيليال, الثانية كونكتيف اللي هي بروبر الريجولار, والثالثة اسمها هايبوديرمس. هاي بسموها سبكوتينيوس. سبكوتينيوس تشو معناته تحت الجلد. الآن في كثير ناس بتاخذ إبر تحت الجلد بسموها سبكوتينيوس. نوع اللاير اللي هون او التشو هي كونكتيف تشو بروبر, لكن اي نوع لوز. غير هيك بتحتوي على الخلايا الدهنيه في هاي الطبقه بسموها اديبس تشو. دكتور, تفضل دكتور, انت حكيت في ابر باخذوها تحت الجلد, في نعم. اكزامبل عليها دكتور؟ هي لا, هي المقصود لما يحكي لك والله هاي الابره تحت سبكوتينيوس. شو يعني سبكوتينيوس؟ دغري بتفهم انها الطبقه الثالثه من الجلد, بسموها الهايبوديرمس, يعني في المنطقه هاي. دكتور احنا يعني انا بعرف انه في اللي هي ابر الانسولين. نعم سبكوتينيوس. ليش؟ هسه بنيجي عليها. الان طلعوا على الابيديرمس, هاي الطبقه هاي ميته, هاي الطبقه. بعدين الديرمس راح نتعرف شو في جواتها. بعدين الهايبوديرمس. الهايبوديرمس هنا فيها ايش؟ كرة اللي هي البلود فيزلز, فيها البلود فيزلز, عشان هيك في هاي المنطقة بأخذوا الانسولين حتى يوصل الانسولين للدم. سبكوتينيوس, سبكوتينيوس اللي هي الهايبوديرمس لأنها فيها الأوعية الدموية. الديرمس هنا فيها أوعية لكنها بسيطة مقارنة مع الهايبوديرمس, فيها وريد وشريان, لكن مينلي كل الفين والارتري في الهايبوديرمس. الابيديرمس ما فيها فين وارتري. هسه نجي عليهم. بلش في الابيديرمس, اول طبقه فاسكولار ستريتيفايد سكواموس ابيثيليال تيشو. حكينا الابيديرمس عباره عن ابيثيليال تيشو. طب اي نوع سكواموس؟ اي نوع من السكواموس؟ ستريتيفايد. طيب الان النيوتريشن اند اوكسجين ديفيوز فروم كابيلاري تو ذا ديرمس. الان هاي المنطقه تتغذى بالنيوتريشن والاوكسجين اللي الكابيلاري, من الكابيلاري الموجوده في الديرمس. سيل اوف ذا ابيديرمس. الان هاي الطبقه الابيديرمس هاي مكونه من خلايا الابيديرمس. شو هي؟ بسموها كيراتينوسايت. ليش كيراتينوسايت؟ لأنها تحتوي على مادة الكيراتين. كيراتين طبعا هنا are the most abundant cell in the epidermis. طبعا أكبر عدد, لو نجي نتعرف على الإبيديرمس شنوع خلايا اللي هنا, كلها كيراتين وصايد, تحتوي على مادة الكيراتين. طيب هاي الإبيديرمس, طلع يا جماعة شكلها الإبيديرمس. طبعا هاي كلها كيراتين وصايد اللي شايفينها هون. طبعا في نهاية الإبيديرمس في عندي هنا أصابع زي التجاويف بسموها ريدج. إبيديرمال ريدج تحتها مباشرة ديرمال بابيلاي راح نشرحها. هاي إن جنرال كلها الإبيديرمس. طيب الإبيديرمس يا جماعة لو نيجي ندرسها كمان وقول لك نوعين اللي هي الطبقة هاي, خلينا هون هاي أرجع هون. هاي الطبقة شايفينها, هاي الطبقة نوعين, في منها بيجي ثن, طبقة ثن وطبقة ثيك. شو الفرق بيناتهم؟ أظن حكينا الثن اللي هي بتغطي الجسم كله عبارة عن 4 لاير, 4 طبقات. لو نجي نتعرف على هاي الطبقة الإبيديرمس 4 طبقات, بس في عندي نوع منه ثن وفي نوع ثيك. الثن معروفة بتغطي كل الجسد, أما الثيك حكينا اللي هي موجودة في الباو, في باطن اليد وباطن القدم السولس, هاي بسموها طبقة ثيك. وأنا بتتكون من 5 لاير, هاي 5 لاير, هاي 4 لاير. واضح شو الفرق بين الثن والثيك؟
الثن هي اللي تغطي كل الجسم، أما الثيك اللي موجودة في باطن اليد وباطن القدم اللي هو الثم والسولس، كلهم كيراتينوسايت. دكتور تفضل. يعني تركيب الجلد بيختلف بطن اليد وباقي الجسم؟ على باطن اليد وباطن القدم ضل عليها طبقة بتكون ثك ميتة يعني، أو خلينا نحكي قاسية صلبة. طبعا أغلبها التشو اللي فوق بتكون ميتة. هاي الطبقة اللي موجودة في باطن اليد، طلع قارنها بالجلد اللي موجود في إيدك غير باطن اليد، تشوف إنها يعني بتشوف إنها تف خشنة، تشوف إنها أقوى من الجلد العادي اللي هو غير باطن اليد، على ايدك، على رقبتك، على رجليك، الجلد اللي بيكون فيها انعم مقارنه بهاي المنطقه. ليش؟ لانه هاي المنطقه تحتوي على 5 لاير مقارنه مع هاي 4 لاير. شكرا طيب احنا حكينا، تفضل. غلبك والله، بس بخصوص الثيك دكتور، هاي الخلايا تبعتها تتجدد اكثر من الثين؟ لا كلهم بيتجددوا نفس الشيء تقريبا. خلينا نشوف اذا مكتوب عنها لقدام او لا المقارنه من ناحيه الديفيجن، لكن كله نفس الشيء يا جماعه، نفس دائما الابيثيليال تشو حكينا عنها، كلهم هذول ابيثيليال تشو، والابيثيليال تشو حكينا فيهم ميزه انهم دائما قابلين للانقسام، والويلنج الهيلينج هذا اللي هو الالتئام فيهم بيكون سريع. لما تذكروا حكينا عن خصائص الابيثيليال تشو. طيب نبلش في اول طبقه، حكينا الابيديرمس عندي ثن وثك. طيب هم 4 أو 5 لاير، شو هم الخمسه لاير؟ 1 ستريتم باسيلاي، ستريتم سباينوزيوم، ستريتم جرانيولوزيوم، ستريتم لوسيديوم، ستريتم كورنيوم. هيك سموهم 5 طبقات من الكيراتينوسايت، هيهم بدنا نحفظهم. ابيديرمس قديش طبقة؟ أول طبقة السيرفس هاي من فوق، بعدين بيجي عندي ستراتم كورنيوم، ستراتم لوسيديوم، هايها هاي كلها كورنيوم، بعدين اللي بعديها هاي لوسيديوم، بعدين جرانيولوزم فيها جرانيولز، بعدين في عندي ستراتم سباينوزيوم هاي المنطقة، بعدين عندي ستراتم بازيلاي. هاي كلها طبقات، 5 طبقات موجودة بالثك، هذا في الثك. الثن راح نشوف يعني ممكن تكون الثن تكون فيها ستريتم كورنيوم لكنها بتكون يعني طبقة مش مبينة أو بري ثن. أوكي هاي ثك، طلع طبقة الخارجية قديش ثك ستريتم كورنيوم. لو نيجي نقارنها بالثن والثك، هاي شايفين كيف الثك فيها بورز أو سويت جلانز، فيها هاي المنطقة غدد التعرق. anyway خلينا نكمل. بقولش في أول طبقة اللي هي بلش حكى عنها ستريتم بازيلاي، بلش بهاي الطبقة ستريتم بازيلاي، أول طبقة من طبقات الإبيديرمس اللي هي من جوا. ستريتم بازيلاي is attached to the basement membrane by hemidesmosome. الآن هاي الطبقة شابكة مع البيت، طبقة مع البيز اللي هي القاعدة تبعتها اللي هي هاي بوريكم اياها، شايفين هاي القاعدة، هاي بسموها ستريتم بازيلاي. اوكي الطبقة هاي بيزمنت قاعدة، هاي نكمل وانا اتاش تو ذا بيزمنت برين باي هيمي ديسموسومز. هاي الديسموسومز، ديسموسومز بهذا الشكل يا جماعة، شايفين هاي النتوءات، هاي ديرمال بابيلاي بسموها ديسموسومز، راح نحكي عن وظيفتها. طيب نكمل. From a strong bond between epidermis and dermis. الفورم forms a strong bond. هي طبقة strong bond يعني رابط قوي ما بين الإبيديرمس والديرمس. فيها ابيديرمال ريج فينجر برينت، هذول اللي فرجيتكم اياهم قبل شوي بسموهم ديرمال بابيلاي، هذول فيها
هاي الديرم الباكيلاي، طبقة قوية فيها الديرم الباكيلاي، وهي الرج اللي بركبوا عليهم الديرم الباكيلاي. طيب شو هم الديرم الباكيلاي؟ وظيفتهم increase the area of the membrane، بيساعدوا على زيادة مساحة السطح. غير هيك strengthening attachment between epidermis and derms، بيلعبوا دور كبير في ربط الطبقة الأولى مع الثانية. الديرم البابيلاي تيني ماوند، يعني بتكون على شكل هيك زي أمواج، اللي هي يا جماعة لما يصير عند الإنسان قشعريرة شيفرينج، تشوفوا هنا الشيفرينج، تعرفوا الشيفرينج قشعريرة، لما يصير عند الواحد قشعريرة شيفرينج كمان بتلاقي صار في الجلد نتوءات، هاي نتيجة عن هاي الديرم البابيلاي، تلاقي صار فيه الجلد عنده صار على شكل هيك حبيبات، هاي الحبيبات ناتجة عن الديرم الباكيلاي. طبعا شو وظيفتها؟ بتزيد مساحة السطح حتى يتم التخلص من الحرارة. الآن البازال سيل فيها هاي المنطقة سريتم بازلاي، بازال سيلز بسموها بازال سيلز أو بسموها جيرمينيتيف سيلز. جيرمينيتيف سيلز أو بازال سيلز، الخلايا اللي هي مقصود فيها بازال سيلز اللي هي قاعدة بتحمي الطبقة الثانية اللي هي الديرمس. هاي أول طبقة اللي هي الستريتم بازلاي، اللي بعديها طبعا هنا نعرف إنه في الإبيديرمس هنا موجود فيها هاي المنطقة اللي هي بسموها إبيديرم الريج اللي هي البصمة في منطقة هذا الثيك سكين. anyway كمل. الطبقة الثانية سميناها ستريتم سباينوزيوم، شو فيها هاي ستريتم سباينوزيوم؟ سبيني لاير produced by division of stratum basilli. طبعا stratum spinosum هي الطبقة الثانية بعد البازلاي، بتم إنتاجها من الطبقة الأولى. يعني stratum basilli بصير فيها هنا انقسامات بتشكل هاي الطبقة الثانية اللي هي spinosum. السباينوزيوم نفسها فيها طبقات كثيرة، يعني اللي يجي ندرس سباينوزيوم فيها عدة طبقات شابكة مع الديسموسومز. anyway cell shrink until cytoskeleton stick out spiny continue to divide، فيها خاصية divide increase thickness of the epithelium. هاي المنطقة بني هون سبيتم سباينوزيوم فيها dendritic cells. طلعوا علي هاي الطبقة، هاي في حدا عنده صوت؟ من وين طالع الصوت هذا؟ مين اللي بمحي قاعد؟ عمل ميوت يا جماعة. سريتم سباينوزيوم الطبقة هاي بهمني شغلة واحدة، تعرف انه فيها دندريتك سيل هيك شكلها، هاي الدندريتك سيل يا جماعة اذا دخل، اذا صار عندك جرح انجري دخل فيروس او بكتيريا نتيجة الجرح اللي انت تعرضت له في اليد، هاي الدندريتك سيل شو بتعمل؟ بتلتقط البكتيريا والفيروس، فيها اميون سيستم في هاي المنطقة، الطبقة الثانية من الطبقة الاولى من تحت. يعني لو نيجي نحكي هاي الابيديرمس، اول طبقة سميناها ستريتم بازلاي، الثاني سميناها ستريتم سباينوزيوم، هون في عندي دندريتك سيلز اذا انجرحت الفيروس والبكتيريا اللي بتدخل تقضي عليها، يسموها دندريتك سيل. الطبقة الثالثة ستريتم جرانيولوزوم جريني لاير، جريني يعني في حبيبات فيها. طيب في هاي المنطقة فيها كيراتين، بتم إنتاج الكيراتين وهو بروتين فايبر من هاي الجرانيولوزيوم، بتم إنتاج الهير والنيل ميك أب، فيها هير والنيلز، يتم إنتاج الهير والنيل كيراتين. هاي الطبقة جرانيولوزم، ستريتم جرانيولوزم فيها جرانيولز، هاي الجرانيولز عبارة عن كيراتين، فضولي أنها كيراتين.
غير هيك فيها إشي اسمه كيراتو هيلين، هو دنس جرانيولز كروس لينك كيراتين فايبرز اللي هي تربط الكيراتين مع بعض، هاي يعرفينه جرانيولوسايت، هاي الكيراتين الرابط اللي بيناتهم بسموه كيراتينو هيلين أو كيراتو هيلين. اللي بعديها دكتور، بس معلش سؤال، تفضل دكتور، شو التفسير العلمي لأنه كل إنسان في الحياة عنده بصمة مختلفة؟ شو السبب اللي خلى هذا الإشي موجود؟ شوف هلأ زي ما حكينا هون إحنا بالنسبة للبصمة إبديال من الريتش، كل واحد عنده رسم، عنده بصمة خاصة فيه بسموها إبديال. شفت هاي النتوءات اللي حكينا عنها، كل واحد إله جيناتيكلي خلينا نسميها إبيديرمال ريدج أو بسموها بابيلاي، برسمتها بتختلف يعني بترتيبها بيختلف، يعني ممكن تكون واحد موجه عنده هيك هاي الإبيديرمال ريدج، في ناس ممكن تكون هيك، في ناس لا ممكن تكون مثلا شكل جاي هيك شكل جاي هيك جيناتيكلي. اللي بيلعب دور فيها الإبيديرمال ريدج كيف الرسمة هاي، كيف ترتيبهم هذول الريتش نتوءات هذول، هاي شايفين هاي النتوءات هاي اللي تلعب دور في البصمة سموها ديال من البابل واي. يعني هيك ممكن أنا اقترح لأنه هي حسب كيف ترتيبها كيف تقسيمها تلعب دور إنه بتميز من شخص لشخص. أوكي طيب يجي على الطبقة اللي هي لوسيديوم clear layer طبقة واضحة. الآن found only in thick skin. الآن وين thick skin بتلاقي فيه لوسيديوم، هاي اللوسيديوم هاي موجودة في thick skin بس الثين مش موجودة. مش حكينا احنا الثيك فيه خمس طبقات والثين فيه أربعة، الطبقة الخامسة اللي هي المقصود فيها اللوسيديوم. شو مالها هاي اللوسيديوم؟ تعرف شو كاتبين عنها؟ كفر ستريتم جرانيولوزم، بتغطي الطبقة اللي فوقيها ستريتم جرانيولوزم اللي حكينا عنها، هاي الطبقة جرانيولوزم مين اللي بيغطيها من فوق؟ هاي ستريتم جرانيولوزم هاي المنطقة، مين اللي بيغطيها من فوق؟ اللوسيديوم، بس هي وظيفتها كفرينج. الأخير ستريتم كورنيوم هورن لير، هورن لير طبعا هاي الطبقة الخارجية الهورن اللي هي الخارجية، هاي اكسبوز سيرفيس اوف ذا سكين. لحظة شوي بالله شو الصوت هذا، لحظة شوي بالله خلينا اشوف. طيب يا جماعة هذول عندها عمال جوا الكلية. anyway السكريتم كورنيوم الطبقة الخارجية من برا، طلعوا هاي السيرفيس اوف ذا سكن عبارة عن كيراتينايز سيل، هاي الطبقة الأخيرة هاي شايفينها يا جماعة، هاي لو بدي أجي أشرحها بالتفصيل هاي السكريتم كورنيوم فيها طلعوا قديش طبقة فيها من 15 إلى 30 لير، طلعوا كل طبقة layers. الآن هاي الخارجية طبعاً water resistance ما بتدخل الماء، وطلع كيف هاي الطبقة الخارجية للكورنيوم كل أسبوعين بتتغير replaced every 2 week، كل أسبوعين الطبقة الخارجية اللي هي الكورنيوم هاي الطبقة كل أسبوعين بتتغير أو تنقسم، يعني الخلايا اللي برا بتموت بترد تيجي محلها خلايا جديدة. هيك انتهينا من الطبقة الأولى اللي هي الإبيديرم، أوكي الطبقة الخارجية. نيجي على الطبقة الثانية الديرمس البشرة هاي أو اللي تحت.
الديرمس located between epiderm and subcutaneous layer اللي سميناها hypoderm. In core epidermal accessory structure بتم فيها تخزين أو تثبيت الهير فوليكل، حويصلات الشعر في المنطقة بكون فيها حويصلات، والسويت جلاند بكون فيها غدد التعرق. فغدد التعرق وحويصلات الشعر موجودة في الطبقة الثانية اللي هي الديرمس. طبعا الديرمس فيها طبقتين، اوتر بابيلاري لاير وديب ريتيكولار لاير، يعني من فوق اوتر اللي باتجاه الابيديرم، ومن تحت باتجاه الهايبوديرم بتكون فيها ديب ريتيكولار لاير. البابيلاري لاير اللي من فوق نوعها ايرليير تيشو، فيها سمول كابيلاري من فوق، فيها ليمفاتيك كابيلاري سنسوري نيرون. أيوة هاي بهمني أنا السنسوري نيرون وين موجودة؟ في الديرمس. طب من وين الديرمس؟ من فوق. أي هنا طبقة هاي إبيديرم اللي تحتيها ديرمس، من فوق هاي الطبقة هاي بسموها بابيلاري لاير. من تحت بيجي هنا بعدين عندي السبكوتينيوس، من تحت هاي الطبقة فيها ريتيكولار لاير. طب هاي الطبقة اللي هي الأولى بابيلاري لاير شو فيها؟ فيها سمول كابيلاري، ليمفاتيك كابيلاري، سنسوري نيرونز حكينا عنهم. اوكي اللي بعديها تحت ريتيكولار لاير، هاي الطبقة اللي من تحت فيها دنس ارلوبيلار كونكتيف تيشو، اما اللي فوق هاي ايرلير برضو فيها فيزلز، لكن شو مالهم؟ لارج. خلينا نحكي هنا ببلشوا الفيزلز لارج بعدين بصيروا ثين هيك. اوكي برضو فيها ليمفاتيك فيزلز بس لارج، ونيرف فايبر في هاي المنطقة، في النيرف فايبر تحكم فيها النيرف، فيها كولاجين، فيها إلاستيك فايبر، وهي كونكتيف تيشو بروبر. هاي الطبقة الثانية، هاي الديرمس يا جماعة، هاي المنطقة شوفوا كيف، هاي راح نشوفها هسه كمان شوي. اللي هي حكينا عنها الهير فوليكلز، طلعوا هاي الارتري والفين، بس هذا فيري ثين، هذول بكونوا جايين من تحت طبقة هاي فيها اللارج ارتري، بعدين بلشوا يتفرعوا على الطبقة اللي فوق. هاي البابيلاري لاير من هون، والطبقة اللي تحت اسمها ريتيكولار لاير. آخر طبقة في الجلد اللي هي الهايبوديرمس، سميناها سبكوتينيوس تحت الجلد. lies below the integument موجودة في الأسفل، stabilize the skin بتثبت السكن، allows separate movement. الآن allows separate movement يعني بتم فيها، يعني طبقة بتفصل ما بين، خلينا نحكي الجلد والبلد، made of elastic earlier and adipose tissue، بتتكون من adipose tissue. الطبقة الأخيرة هاي فيها elastic وفيها adipose tissue. Connected to the reticular layer of integument by connective tissue، فيها طبعا connective tissue. Deposit of subcutaneous fat، فيها هي منطقة دهنية. Distribution pattern determined by hormone، بتم فيها إفراز الهرمونات. Reduced by cosmetic، الآن هاي المنطقة اللي كل الكريمات بتشتغل عليها، هاي المنطقة ليبوبلاس بلاس، هاي المنطقة شايفين هاي فيها دهون، فيها لارج فين، لارج ارتري. هاي المنطقة أي كل الدهون بتشتغل عليها عشان تحافظ على البشرة، سموها كوزماتيكس. كوزماتيك يعني الكريمات. طيب شو كمان؟ هاي الهايبوديرمس. بس يا جماعة هذا المتعلق بالسكن، يعني حاولوا تحفظوا لي إياهم الخمس طبقات، تعرفوا كل واحدة عن إيش تتميز بالثانية.
الهايبوديرمس شو شو بتحتوي جواتها. نيجي على اللي بعديها، انتهينا من ال من السكن، نيجي على الهير. الهير فوليكل اللي هو عصلات الشعر. الهير فوليكل are the organs that form the hair. هو الجزء اللي بشكل الهير أو بنتج الهير. الهير فوليكل are the organs that form hair located deep in dermis. تقع في منطقة الديرمس، الطبقة الثانية. هاي إبي وهاي ديرمس. produce non-living hair. طبعا الهير يعتبر خلية ميتة. wrapped in dense connective tissue. الهير هذا حواليه dense connective tissue. بيز سراوندد باي سنسورين. في نهاية الهير هون، هاي فوليكل، هاي الفوليكل اللي بيطلع من الهير هون، هاي شابكة مع نيرف. هذا النيرف سنسورين نيرف بسموه روت هير بلكسس، وهو العصب الذي يشبك مع روت جذر الهير. طبعا الهير فوليكل وظيفتها أو وظيفة الهير كنترول البكتيريا، لها دور في التحكم في البكتيريا. الهير هذا يعتبر اكسسوري ستراكشر، منطقه اللي هو اكسسوري يعني اكسسوارات. اوكي هاي الروت، شايفين هاي الهير شابك في طبعا ارتري فين، وفي روت هير بلكسس هنا في هاي المنطقه، في عندي نيرف شابك فيها. الان لو نيجي نطلع على الهير بتلاقي في عندك الريكتر بابيلاي. الريكتر بابيلاي شوفوا يا جماعه، هاي الهير حكينا، هاي الهير فوليكل، هاي الهير شابك مع هير روت بلكسس. غير هيك في عندي بتلاقي في عضلة، وانا عضلة شابكة معها سموها الريكتال بابيلاي، هي مسلز، جزء من السكريتال مسلز. هاي وظيفة الريكتال بابيلاي هي اللي بتخلي الشعر في حالة مثلا انه يتخلص في الحرارة، انه يصير في ستاندينج. هاي هنا هير كيزز هير ستاند اب، هي اللي بتخلي الشعر يوقف بسبب هاي الريكتر بابيلاي مصل. احيانا برضو هذا النيرز اللي شابك مع الريكتر بابيلاي مصلز بعطونه جوس بامب عند القشعريره، حكينا هاي الشعور هذا اللي بتشوفه الحبيبات، هاي بسموها جوس بامب، ماخوذه من جوس بامب يعني مضخات البجع، لو الشعر بيكون عند الطيور هذا تو نام. الهير فيها سيباسيوس جلانس، بهاي المنطقة في عندي هاي جلانس، طلعوا كيف حوالين الروت. هاي السيباسيوس جلانس مادة دهنية بتعمل لبريكيت تو ذا هير، بتساعد على تشحيم أو تنعيم أو ترطيب الهير، سموها سبيشيوس جلاند. فهذا الجينر تركيب الهير، روت هير بلكسس حوالي الهير مغطى كونكتيف تيشو، شابك معها ايرلير او الريكتر بابيلاي مسلز، في حواليها سبيشيوس جلاند، وهذا الهير من الخارج. طبعا هاي كلها تقع في منطقة ايش حكينا، الديرمس. وقف له يا جماعة، في حد عنده اي سؤال؟ بكفي، في حد عنده أي سؤال؟ يعني إن شاء الله المحاضرة الجاية المرة الجاية بننهي الهير، ما ظل إشي، شغلته بسيطة. في حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ إذا ما في أسئلة يعطيكم العافية، إن شاء الله بشوفكم المرة القادمة.